كريم ربي اصطفى نداه في طول سنين أوحى له يلقي عصا بالمعجزات في كل حين من فرعون ومن والاه نجاه رب العالمين علمنا درسا سما أهلا بشهر الصيام والبركات أهلا بخير شهر أتانا بالخيرات رمضان شهر الله أهلا وسهلا بك يا زين الشهور رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الخيرات رمضان زمان البركات رمضان زمان النفحات طوبى للنفس بمولاها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور البركات رمضان زمان النفحات رمضان زمان البركات في دنيا النفس وأخراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم النبيين، وعلى آبائه آدم ونوح وإبراهيم وإخوانه موسى وعيسى وجميع المرسلين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، آمين يا رب العالمين. إن معي ربي برنامج رمضاني يتواصل للموسم الثاني على التوالي. نتعلم من قصة موسى عليه السلام ما يتنور لنا به طريقنا في هذه الدنيا وينفعنا يوم المعاد حين نلقى رب العباد. انتهت قصة فرعون، انتهت قصة فرعون بغرقه في البحر كما شفت العام اللي فات، انتهى فرعون، لكن الدروس من قصة فرعون لم تنتهي ولن تنتهي إلى يوم القيامة. هذا ما سنراه اليوم مع بعضنا إن شاء الله. حفنا في الموضوع معنا أخونا الشيخ عبد الكريم الطرابلسي وهو أستاذ مجاز من الجامعة الزيتونية. مرحبا أخي عبد الكريم.
السلام عليكم، مرحبا بك أخي رفيق، مرحبا، أحلى تحيات في شهر البركات في شهر رمضان إلى كل مشاهدينا في تونس وخارج تونس، تحية معطرة برائحة رمضان وعبير الصيام وشحنات الإيمان إن شاء الله. ومعنا كما سمعتم من الأول خونا صهيب الحلبي اللي لبى الدعوة باش يقصد معنا بعض الأناشيد والابتهالات طيلة هذا الشهر المبارك. مرحبا صهيب، شكرا على إجابة الدعوة. الله يحفظك ويبارك فيك، ومرحبا بكم وكل عام وانتم بخير على شهر الصيام، ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الطاعة بإذن الله تعالى. حلقتنا اليوم اسمها دروس من نهاية فرعون، قصة فرعون اللي شفناها عم ناول وقت اللي سيدنا موسى عليه السلام أنهى حياة فرعون بفضل الله بضربة العصا حين قال الكلمة اللي حفظناها وهي اسم البرنامج: إن معي ربي سيهدين. قد يتساءل البعض يقول ما هي الجدوى من القصص القرآني؟ احنا تو في القرن 21 وانت تحكي لنا على قصة سيدنا موسى عليه السلام، وبالذات قصة سيدنا موسى اللي عندها 3000 عام. في الحقيقة أن هذه القصة هي قصة تعاد في حياة كل إنسان، وهذا شنو باش نكتشفوه طول الشهر، راهي الأحداث هذيك تقع لكل بشر، وفي كل زمن ثم فرعون من الفراعين، وفي كل زمن ثم موسى وثم هارون هو أخو سيدنا موسى، وتو تشوفوا إن شاء الله الأحداث هذه راهي تتعاود ونتعلموا منها. القصة في القرآن هي وسيلة على مهنة ربي سبحانه وأمرنا بها حين قال فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تحب تعلم ولدك احكي له قصة خير من تعطيه مبادئ ملقات هكا في الهواء مجردة. تحب تعلم تلاميذك اعطيهم قصة. حياتنا بكلها قصة، الخبرة نكتسبوها من القصص اللي وقعت لنا واللي وقعت لغيرنا، فما بالك وقت يولي القصص هذا يهم أهم خلق الله عز وجل، أهم البشر هم رسل الله عليهم السلام. ربي سبحانه يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وذاك اش عملنا سناء. ومعنا أخونا عبد الكريم وتوا باش يعطينا أهداف القصة في القرآن الكريم. من أهداف القصة أهداف كثيرة، ولكن أهم حاجة فيها باش نفهم المغزى منها اللي هي تتعلق بتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ومنه هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم باش يعرف اللي شنو يعانيه النبي، شنو معاناة الأنبياء والرسل من قبله، رغم مش وحدك هذه سنة ربي سبحانه وتعالى مع الأنبياء. كذلك تثبيت لقلب كل مؤمن لما تقرأ القصص، كذلك هو تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن صالح لكل زمان ومكان. كي تقرأ القرآن فإنه هذا القصص هذاك يسليك، يخليك تفهم سنة ربي سبحانه وتعالى في الخلق. وكل نقص عليك كما قال عز وجل من أنباء الرسل، علاش؟ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. حاجتي مثبت فؤادك وموعظة للمؤمنين، خاطر كي تقرأ القصة تحس بطمأنينة، تحس براحة، تشوف نفسك في القصة هذيك. قصة سيدنا يوسف ما قرأها محزون إلا سر، تقرأ قصة سيدنا يوسف مهما كان الحزن اللي عندك تتفرغ وتعرف من خلالها الخواتيم، خواتيم الصابرين هاو كيفاش، الشاكرين هاو كيفاش، الطائعين هاو كيفاش، وهذاك علاش ترتاح بلاش ما تشعر، تشوف هو الحق ديما ينتصر في النهاية. خويا صهيب علاوة على صوتك الجميل في الابتهالات فعندك تلاوة ما شاء الله، فتقرأ لنا الآية اللي فيها ما هي القصة في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص القرآن ليس من حبك القصصين ولا المؤلفين، بل هو إخبار من رب العالمين. ما كان حديثا يفترى، وفيه تصديق وتحقيق وتدقيق لقصص السابقين، فيه تفصيل كل شيء. ربي سبحانه وتعالى يقول، وهذه من مظاهر الإعجاز في القصص القرآني، هدى ورحمة، لأنه من خلال الهداية الموجودة في القصة نتعلم معنى رحمة الناس، لأنه تشوف فيها رحمة ربي سبحانه وتعالى، تشوف فيها الخواتيم اللي تحدثنا فيها قبليك. القصص القرآني هو علاش مهم؟ لأنه أصدق ما ممكن تقرأ، علاش؟ أنه من لدني الحكيم الخبير، لأنه المولى سبحانه وتعالى يقول في تحدي ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، كتاب أو أثارة أو أي أثر من علم من علماء متاعكم إن كنتم صادقين.
فالقرآن علاش هو الأهمية متاعو إضافة إلى القصص والمحتوى اللي فيه أنك مرتاح مما يتعلق الجانب بالسند متاعو أو الرواية، فأنت مطمئن هنا ماكش تشكك تقول هذا زعم صحيح مش صحيح، لا، وإنما هو كلام الله عز وجل. ثم كتب كتبت بعد 600 سنة من النبي، من وفاة النبي متاعها. نعم. بينما القرآن القرآن كيفاش كتب؟ هنا ثم تصحيح، بس الناس يعتقدوا القرآن كتب بعد 70 سنة. لا. بالله حسب الدراسات وحسب، حتى ادخل جوجل، ادخل أي موسوعة وقل لنا متى كتب المصحف وما كتب القرآن الكريم. هذه مسألة في علوم القرآن، مسألة جمع القرآن، لكن اللي الأكيد أنه كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بطرق مختلفة على اللي مهم، مش هذا موضوعنا، ولكن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع في زمن عمر أيضا، أبي بكر الصديق، في بعد حرب الردة، خاصة وزيد ثبت يعني فيها بشيء بعد سنة ولا سنتين بعد فيما يسمى بحرب الردة، لأنه قتل فيها كثير من القراء، ثم النسخ متاعه فيما يسمى بالمصحف الإمام اليوم، نحن نقوله مصحف الرسم العثماني، قولوا رسم العثماني، اللي هو مصحف اللي كان في زمن عمر عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذاك علاش عندنا ثقة كاملة في أن ما يخبرنا به القرآن الكريم راه هذاك الصدق والحق والتفصيل، وبالعكس يصحح الناس اللي اختلفوا من قبلنا في كتب متاعهم، يخبرنا على موسى عليه السلام الحق. فقال الله عز وجل وذكر فرعون 74 مرة. حسب رأيكم معناها هذا رمسيس الثاني أو منبرتاح ولا ليه؟ هو ما يهمناش كون شخصه، هل ذكره القرآن الكريم باش يحكي لنا على واحد من الملوك السابقين؟ 74 مرة مذكور كلمة فرعون في القرآن. لا، لأنه يريد أن يعلمنا أن الفرعونية والإحساس بتاع فرعون موجود في كثير من الناس الآن، وموجود في كل بلاد، وموجود في كل زمان وفي كل مكان. وأسمعوا محلاها الآية هذه، سنة الله عز وجل، يقرأها لنا أخونا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله أخي عبد الكريم، سنة الله، سنة الله في عقوبة الظالم. هذه من الأهداف اللي نفهموها ومن الدروس اللي نتعلموها في هذه القصة، سنة ربي عز وجل مع الظالمين. شكون الظالم هنا؟ هو فرعون، هو فرعون. لا تتبدل ولا تتحول، هذه سنة ربي سبحانه وتعالى مع من تجبر وتكبر. يقول مولى عز وجل كيفاش باش نفهموا معنى انه ربي حاسب كل شخص بالجريره نتاعه. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه. أول حاجة، منهم من أرسلنا عليه حاصبا من السماء، من الرياح الجيب معها أحجر. نعم، مطر فيها أحجر، أو قيل رياح مع أحجر. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، اللي هو اليوم في حديثنا عن فرعون. إذن القرآن يقص علينا نهاية الظالمين. نقرأ في التاريخ الإنساني نجد قصص متشابهة، الحديث عن فرعون، فما أيضا حاجات شخصيات كما فرعون، تختلف الشخصيات ولكن خيوط القصة، مراحل القصة تقريبا هي نفسها. ولذلك نستدل أخي رفيق بمقولة، مقولة مشهورة للعلامة، علامة تونس ابن خلدون رحمه الله، يقول: التاريخ في ظاهره إخبار لكنه لا يزي، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. الظاهر أنه التاريخ هو إخبار، ولكن في الحقيقة هو تحقيق. فالأمة التي لا تعتبر من تاريخها فمكتوب عليه أن تعيد المآسي متاعها. فنحن الغاية متاعنا من قصة موسى مش مجرد فقط هو قصص للتسلية، به التسلية لأنه مش خايب أن نسليه، ولكن النظر والتحقيق وزيادة الإيمان. في رمضان شهر الإيمان، لما يرتاح الإنسان ويحس بزيادة في الإيمان في النهار، وأنه يتخلص من شهوات المادية بصفة عامة، يعطي فرصة باش يدبر القرآن. فإن شاء الله نكون مع بعضنا اليوم نحاول ندبر هذه المعاني من هذه القصة. نرى مثلا أن نهاية الفراعنة وكل من يتفرعن، يقول الفراعنة وكل من تفرعن متشابه، فلان يتفرعن يقول لك شو فرعون، ما يعني في مصطلح في حد ذاته يلصق بمن تجبر وتكبر. فسقط الملك متاعهم بأبسط حاجات، يأتيهم نهاية من حيث لا يحتسبون. نأخذ أمثال في التاريخ، وينه هتلر؟
تحدث عن النازية انتحر، لما نتحدثوا على الفاشية وينهم موسوليني وغيرها وغيرها وينهم، قد ما عملوا قد ما صارت إبادة وكان هما سبب في ذلك الأخير، مش هذه فرعون مصغر ولا كما تحب تقول وفي نهار في نهار نعم. وليلة يمشي. لا سبحان الله سبحان الله الجبار، هلكوا كما هلك فرعون. نأخذ يا سيدي بعض الدروس، دروس من لقاء فرعون وجنوده وقت تقابلوا مع موسى. المعركة كانت غير متكافئة، علاش؟ خاطر شعب بني إسرائيل، إسرائيل هو سيدنا يعقوب، أولاد سيدنا يعقوب اللي هم تقريب 600,000، قالوا زوز ملايين، المهم كثرة، ولكنهم شعب أعزل، فيهم الكبار فيهم المرضى، ما فيهمش مقاتلون لأنهم يعني 500 عام أو ما شابه، وهم في الاستضعاف ما عندهمش سلاح، خارجين أعطيني سيبونا بركة خرجونا خلينا نخرج من مصر كهو، هم خارجين ويخلط عليهم شكون؟ فرعون جيش نظامي معه الجنود معه المدرعات معه القوة العسكرية، فمنطق العقل تقول شكون مش يغلب باش سيباد هذا الشعب على حافة النهر، ولكن سبحان الله يكون النصر للإيمان في الأخر، لكن ضربة العصا بحاجة ما لها معنى، ولكن ربي يحب يورينا رأي مش العصا هي السر، وإنما حاجة ما لهاش معنى في نهار وإذا به يغرق فرعون وقومه. الدرس أنها ثم شبهة تعاودت، ما وقال قال سيدنا علي الأمور اشتباه، هاي حاجة تشبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت خرج هو والصحابة في غزوة بدر، هو ما خرجش للغزوة، خرج باش يسترد التجارة القافلة اللي سرقوها له قريش، ماهوش ناوي على القتال، ويخرج له جيش نظامي متكون من 1000 فيهم فرسان ويتقابلوا في بدر، وربي يعطينا درس ويقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكروا. وهذا ذكرني أخي رفيق بتشابه آخر، نرجع لحديثنا الأولاني أنه باش يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت قلب كل مؤمن، هنا تشابه بين دعوة موسى عليه السلام درسنا اليوم وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقدروش ما نتحدثوش على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. موسى حب أنه يخرج، منين يخرج؟ حب يخرج هو قومه من مصر بعد اللي صار اللي صار، حب يخرج إلى مصر فرارا من ظلم فرعون. ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا أراد الهجرة، حب أنه يخرج من مكة لأحب البلاد إليه إلى المدينة. هذه ذكرنا أيضا بما حصل إلى موسى، وما كانش خارج وحده، كان معه فئة، الفئة هذه بين ناخذ سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم نلقاو أنه فما تشابه أيضا على مستوى الخروج وعلى مستوى الفئة اللي خارجة، اللي فئة مستضعفة والهجرة. فئة قليلة وهجرة ونجحوا والحمد لله بفضل الله عز وجل، وهالفئة هذه القليلة انتصرت وهي ضعيفة وجاء النصر من المولى سبحانه وتعالى. هنا يحب نفهم حاجة، أنه من أسباب النصر صحيح القوة المادية، لكن مش هي فقط، لا نعلق قلوبنا بالجوانب المادية في النصر، نعم مهمة نأخذ بأسبابها، لكن أحيانا القلة هذه والأسباب هذه اللي هو مسبب الأسباب إما أنه يفعلها أو أنه يعطلها، فرب إن شاء الله يجعلنا نأخذ بأسباب النصر إن شاء الله. وما النصر إلا من عند الله. أخويا سهيب رت لنا الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم انصر يا رب، انصر هذه البلاد وانصر هذه الأمة، النصر من عندك يا أرحم الراحمين، انصرنا يا رب حتى في أسرنا، انصرنا في دراستنا، انصرنا في حياتنا. النصر راهو هو المسحقين وتوى، راهو كل إحساس الهزيمة اللي طبع فينا، إحساس الفشل اللي طبع فينا من الشيطان الرجيم يأيس فينا ويحزن فينا، نحبه تو يجينا إحساس بالنصر في رمضان هذا، نحس أن بإذن الله مش نغلبه كل المشاكل ونتحداه كل الصعاب وننتصره إن شاء الله بفضل الله. قل فقط إن معي ربي سيهدين، لا يكفي بطبيعة أن تقولها متاع كما معنا ربي، الناس كلها والله معنا ربي وانت معك ربي، لا، لابد أن تكون فيها يقين، ولابد أن تأخذ بالأسباب وتتحرك وتقول إن معي ربي، وتكون تقي باش يكون معك ربي، خاطر ربي مع المتقين. وهذاك علاش يقولوا إذا غابت التقوى فالغلبة للأقوى، كما ثمش تقوى وللقوي هو ليغلب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه قاعدة ثابتة، الأمة متاعنا راهي لا تموت، عندنا دعوة دائمة في القرآن الكريم إلى الأخلاق، إلى الرفعة، عندنا إلى العلو والسمو الإنساني، إلى اجتناب كل ما هو فواحش، كل ما هو خمور، كل ما هو فساد، والدعوة تبقى دائما في القرآن الكريم حتى إن لم يطبقها جميع المسلمين. من قصة موسى عليه السلام تعلمنا أن
حضارة فرعون ما أدراك بادت وقامت حضارة أخرى أورثها ربي مشارق الأرض ومغاربها تنشوفوها من بعد لهم قوم سيدنا موسى. وكذلك الحضارة هذه كمتاع اللي عاشت في الشام قرون حتى هي طاحت وقامت حضارة الإسلام. رأوا أي حضارة دولا دول دور ويأخذوا مكانها هكذا. ولا أخو عبد الكريم، وهذا نعم أخي رفيق، كان موسى عليه السلام والقوم نتاعو هما الفئة الضعيفة، هما الشعب المهمش، بل هما أقلية كما يقولوا اليوم الحديث عن فقه الأقليات، أقلية في أرض مصر، وما كانوش يحبوا المواجهة، ما كانوش يحبوا الفتنة، هما جاوا يحبوا على العيش السعيد الرخاء، كانوا أصحاب دعوة أصحاب إيمان، يحبوا فقط يخرجوا من أرض مصر وقتها. وتحدثت سنة فرطة يعني علاش، لكن الفرعونية المتسلطة حبوا احنا يفشوا غيظهم فيه، فأرادوا قمعهم بأي نتيجة. لكن الفئة الضعيفة هذه كانت سبب في هلاك فرعون نعم والقوم متاعو، لأنه القاعدة في الأخير نخرج منها الإيمان هو الذي ينتصر. إذن هذا وعد الله الحق، والدروس من قصة سيدنا موسى عليه السلام فيما مضى مع فرعون دروس كبيرة، منها أن فرعون قال لما وافته المنية بشيموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن لم ينفعه ذلك. وهذا يدرس لكل إنسان يرد باله، وخاصة أنه كان من المفسدين، معناه كان مش هو فاسد، كان يفسد في الناس، كان يعمل في مشاريع يجبد بها الشباب يفسد فيهم، فيردوا بالنا الناس اللي تعمل في الذنوب مش في حدود أنفسها، بل يزيدوا يفسدوا في الناس معهم، يسمى مفسد، فرق بين الفاسد والمفسد، فيموت وهو يغرغر ويطلب باش يتوب وربي ما يتوبش عليه، لأنه إذا غرغر انتهى كل شيء. فرعون هو صاحب ما قلت أنا ربكم الأعلى، هو صاحب ما قلت ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو صاحب ما قلت لأجعلنك من المسجونين، أي واحد يخالف الرأي نحطك في الحبس، هو صاحب المقولة ينادي في الناس إن هؤلاء لشرذمة قليلون، احتقار للشعوب واحتقار للناس، فستكون نهاية كل من يعمل هكا، كل من يعمل هكا لابد سينتهي مثل ما انتهى فرعون. فهذه دروس من نهاية فرعون، وإن شاء الله ربي علمنا، وما زالت الدروس كثيرة، ربي علمنا إن شاء الله من القرآن ما ينفعنا، وإحنا تعلمنا في هذا العام ونتمسكوا بالكلمة هذه اللي قالها سيدنا موسى، مقولة المتوكلين، مقولة الموقنين. إن معي ربي سيهدي. نريد أن نتخيل الآن بعد ما غرق فرعون وقادة جيشه وجنوده، علم المصريون بمصرع الملك متاعهم، حطوا واحكم في الزمان هذاك توا، تصوروا معنا دولة ويسمعوا اللي هو رئيسهم، خرج هو والجماعة ماشيين باش يقتلوا فئة مستضعفة، وإذا بهم يجي الخبر الأول راهو فرعون غرق. كيفاش غرق؟ غرق هو والناس كل، ما رجع منهم حتى حد. تصوروا شنو وقع على الشاطئ نتاع جانب مصر والشاطئ نتاع جانب سيناء، من سيرث فرعون في ملك مصر غدوة إن شاء الله. نشوف دروس أخرى من نهاية فرعون قبل أن نرى وأورثناها قوما آخرين من سيرث ملك فرعون. نشكر أخونا عبد الكريم طرابلسي، بارك الله فيك عبد الكريم، شكرا أخي صهيب، راسلونا على صفحتنا في فيسبوك، وندعو الله عز وجل، اللهم يا صاحب يا صاحب كل فريد يا رب، يا معين كل وحيد يا فالق الحب والنواء يا عالم السر والنجوى، آتي لكل المشاهدين من خير ما نوى، بلغ خير المقاصد لكل قاصد، حقق بالزيادة آمالنا، أقرن بالعافية غدونا وأصالنا، اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، اجعل الجنة هي دارنا، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اجمعنا يا ربي معهم في جنة النعيم، دعوانا فيها سبحانك اللهم، وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، تقبل الله صيامكم وقيامكم، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومعنا أخونا صهيب في هذا الابتهال. رمضان شهر الله هل هلاله لتعم فينا رحمة أفضله، من صامه لله طاب. الأنبياء نور الحياة جاءوا بالحق المبين، سيرتهم حبل النجاة مبشرين.
ربي اصطفى نداه في طول سنين أوحى له يلقي عصا بالمعجزات في كل حين.